دريدة، شو بتخبرينا عن دورك بمسلسل أمير ليل؟ بدكم تحضروا المسلسل لأنه راح يكون قريبا على الهواء، بس بقلكم من أجمل المسلسلات، من أجمل الأدوار اللي أنا عم بلعبها بحياتي، وراح يكون عندي نقلة نوعية وشخصية جديدة مش شايفينها مني من قبل، وشخصية فرح راح تكون عندي من أجمل الأدوار اللي أنا لعبتها بحياتي. يعني ما راح نشوفي غنوجة ودلوعة؟ راح تشوفوني قوية وصارمة وضد العنف وضد الكذب وضد الضد وضد يعني، وراح تشوفوا شيء كثير حلو إن شاء الله. ما خفت انه تقبلي هيدا الدور؟ لانه في كثير اشخاص بس يشوفوا مثلا انسان عم ياخذ دور شرير بحطوه بصبغه معينه. لا مش بالضروره، يعني انا الممثل الشاطر باعتباري لازم يلعب كل الادوار، يعني كان منيح ولا كان شرير، المهم يقدر يوصل لقلوب العالم. يعني اذا لعب شرير ونجح بدور الشرير معناتها هو نجح بدوره، فما بتفرق اذا هي شخصيه كثير منيحه ولا شخصيه شريره، المهم انه تكون تتادى باحلى الطريقه. دليدا، بس ما نسأل، أي دور لعبتيه حسيتي إنه هو خليك تكوني مميزة وخليك دايماً عم بيعطوك أدوار كتير قوية؟ الدور اللي بالنسبة لي كتير مميز وخلى العالم تعرف علي أكثر وأكثر هو دليدا بحلوة وكذابة، يلي تعرفوا على شخصيتي، كان في جزء كتير مني بالمسلسل بالكاركتير اللي أنا لعبته. هلأ إذا بدك بأمير الليل وفرح رح يكون شخصية تانية معكسة جدا لشخصية كوميدية اوريدي لعبتها، وهون رح بحس رح أفرج العالم إنه مثل ما بلعب الكوميديا قادرة ألعب دراما وبقوة. دليدا، انت حياتك الخاصة كتاب مفتوح او مغلق؟ مغلق. ما بتخبري يعني اذا هلا انت عايشة قصة حب؟ دايما في حالة حب، يعني هي ما في مهرب منها. رسالة بتحبي توجهيها لكل الاشخاص اللي بحبوك؟ بقول لهم انا لو ما جمهوري ولو ما الناس اللي بتحبني والنيو جنريشن يلي بحبوني، انا ماني موجودة على الساحة وما بقدر كمل وما بقدر اعطي، لانه كل الانرجي تبعي بس بتجي من وراهم. وشو عم تحضري غير هيدا المسلسل؟ شو في جديد؟ بالمبدا عم حضر بعدنا بريدينج لمسلسل جديد انا وخالد القيش من سوريا، مسلسل لبناني سوري، ورح نبلش تصوير من هلا لشهر، ومتوقعين كل خير.